ألو، السلام عليكم مغربي، مرة من هنا مرة أخرى من أجل عيون المغاربة، من أجل عيون الكرة المغربية. بعد النصر، بعد الانتصار الذي حققته الوداد على حساب اتحاد العاصمة، أنا الأوان باش نشوفوا أشنو ممكن الرجاء الدير غدا قدام الترجي التونسي. الفيديو ديال الليله غادي نشوفوا شنو تيتقال بخصوص هذه المباراه، نشوفوا شنو تيتقال من الجانب الترجوي بخصوص هذه المباراه اللي غادي تجمع بين فريقين من شمال افريقيا، الترجي التونسي والرجاء المغربي، الرجاء البيضاوي معشوقه المغاربه. وبالتالي فاليكم تفاصيل فيديو ماخوذ من قناة الأمير، قناة تعنى بشأن أو بالشأن الكروي التونسي. إليكم تفاصيل هذا الفيديو، أشنو قال هذا السيد هذا، أشنو احنا متفقين معه فيه وشنو اللي ما متفقينش معه فيه. إليكم التفاصيل. رجعنا دونك كما قلنا باش نحكيو على الماتش الكبير المنتظر بين الترجي والرجاء، قمة عربية، قمة افريقية وقمة مغربية بين زوج جمعيات هذوما، زوج جمعيات من الطراز الرفيع، من الحجم الثقيل في افريقيا، يقدموا في كرة ممتازة برشا وديربي معناها كبير، باش نحكيو عليه بار ديتاي. احسن حاجة في هذا الترجوي هذا المحترم المسمى بالامير في القناة ديالو، على حسب القناة ديالو، انه عاطي قيمة للرجاء، ولأن طبعا فريق الرجاء فريق عالمي، فريق يمتع، يلعب الكرة، ما عندوش تاريخ ديال الغش، ما عندوش تاريخ ديال الرشوة. صحيح ما عندوش الألقاب اللي كاينة عند الترجي، ولكن راه جاب اللقب من رادس رغم الفساد الرياضي اللي كانت عرفته ديك المباراة، مباراة الترجي اللي كانت معيقة بزاف، واللي خلات واحد يعني واحد الوصمة، وصمة عار تاريخية الكل تعرفها. رغم ان الترجاويه يحاولوا ما يمكن انهم يتغاضوا، لكن خصهم يعرفوا بان ذاك الماتش وصمه عار في التاريخ ديالهم، باغين ياخذوا اللقب بالقوه وما استطعوش مع الرجاء. وبالتالي الرجاء عندها قيمه في القلوب ديال الترجاويه وفي العقول ديالهم. الترجي والرجاء، الترجي يفوز على الرجاء في الدار البيضاء في المغرب في محمد الخامس بالذات 2-0. الترجي عمل عرض مزيان، عرض كبير، عرض عظيم، ربحنا فيه غديكا، كانت اهداف كل من راح لانيس البدري اللي هبط الرساله نتاعو قبيله، وابراهيم وترى المبدع زاده، دونك هما زوز اللي ماركاو الاهداف غديكا نتاع لالي، وكان ماتش روعه للترجي واللي هو افتتحنا به البول وافتتحنا به اللعب. من هزمت في الدار البيضاء، لكن ما كانتش مقابلة حاسمة. في المقابلات الحاسمة دائما الرجاء تجمع وطوي مع الترجي. انتم شفتوا في لكوب دافريك ديال 99، وزائد سوبر كاب اللي دارت في قطر، الرجاء جمعت وطوات مع الترجي. استرسل دونك تو باش نلعبوا الماتش نتاع الروتور. الماتش نتاع الروتور الترجي عندها 10 نقاط، الرجاء عنده 7 نقاط. الرجاء تلعب من اجل تحصيل المرتبة الأولى، تحب معناها تنحيها للترجي. هذه ما غاديش نختلف معك فيها. طبعا الرجاء جاي الراديس باش تربح، وطبعا أن الرجاء خصها تصدر هذه المجموعة، وهذا هو الطموح ديال الرجاوية. الرجاويين ماشي بحال الأندية أخرى اللي ممكن هي تقدر تنتعش داخل اي جو كما بغى يكون. ومن طور الترجي يلعب من اجل تدعيم الصداره، صحيح حسابيا فما فرص مازالت موجوده عند شبيبه القبيل، اما صعيب برشا خاطر الترجي الذي تونسي، وما نتصورش كونه باش يفلت الماتش هذا على روحه، رغم اللي تنحكيو فما برشا ديزانديس معناها يقولوا كونك لازمك ما تستسهلوش الماتش هذا جمله، وراه تلعبوا بقلب وربع على الاخر. دونك الرجاء باش تحاول تربحك راي لهنا في رادس، باش تحاول تتساوى معاك في النقاط لهنا، على خاطر هي عندها فيتا كلوب في المغرب اللي لوجيكمون باش تربحها، وانت عندك ديبلاسمون صعيب للجزائر، دونك تنجم هي تترشح في المرتبه الاولى. الادوار ربع النهائيه راهو لهنا السنه في الشامبيونز ليج باش يكونوا اكثر ادوار ربع نهائيه نار يمكن صاروا في التاريخ. راهو عندك البول الاولى باش ترشح عليها مازيمبي وزمالك، البول الثانيه 90% باش ترشح عليها ليتوال والاهلي، الثالثه باش ترشح عليها ماميلودي والوداد، والرابعه الترجي والرجاء، معناها راك باش تشاهد اطراح نار. الناس الكل ماذا بيه ترشح في المرتبه الاولى باش تمنع من الثاني، ولو انه هو بين الاول والثاني ما عادش تفرق حتى شيء. انتو كا الرجاء راهي قاعده تعطي في روندمون باهي في الشامبيونات تاع المغرب.
وما تنساش ايضا انها تتعطي ومازال غتعطي في كاس العرب 6 مليون ديال الدولارات مازال في كاس العرب تذكر. قاعدة تربح، قاعدة تقنع، قاعدة تمركي، وبالجيك لهني راهي باش تلعب على انتصار الترجي الذي تونسي بطبيعته ما يرخش بطبيعته بحول الله يبقى ديما يقول الفريق الترجاوي مريض بجنون العظمة، وخا ان كلمة غول هذا هو اللي ما ردوا ليهش البال، هي تتخلع فقط الدراري الصغار. الغول في الثقافة ديال شمال افريقيا تتخلعوا من هاد الدراري الصغار، والرجاء ماشي درية صغيرة باش تقدر تخلعها، وبالتالي الند للند وتوقع الفراجة وتوقع الانتصار ديال الرجاء. وحنا الرجاوية ديما تنقولوا حتى لما كانش الانتصار ممكن تكون الهزيمة طبعا، لان قال الفرق الكبرى تتنهزم، لكن ما الرجاء ما تلعبش عليها الكرة، ما تلعبش عليها الكرة، غير ما غتعادل معك ولا غتنتصر عليك، وتقدر تنتصر ترجي ولكن تكون رجاء لعبات الكرة عليها، هذه مضمونة وتاريخيا تاريخيا ماشي حتى لدابا. يلا زيد استرسل. ويحب يثبت الجدارة متاعه، يثبت الوجود متاعه باللي هو كيف خرجوا منه النمبر متاع جوريت هذي الكل راهو ما يقف على حد، وراي ترجي ديما تكور وديما عندها ستيل دو جو مزيان بالانتدابات اللي عملناها هذي الكل، ان شاء الله يا ربي في دونا. دونك الترجي كما قلنا الميثود نتاعها المعهوده باش تحاول تلعب تضغط، ما نساوش الترجي في رادس تلقى في صعوبات كيف كيف الرجي راهي ماهيش سهله، راهي باش تجيك لبرا. الرجي نتذكروا عملوا الكي لعبت في الكوب داراب كونتر ليتوال خسرت في بلادها 2-0، ما كي جات لسوسة ربحت واحد شيء. الرجي كي لعبت السنه البارتيات اللي لعبتهم لبرا الكل ربحت فيتا كلوب في فيتا كلوب كيفنا نحنا، اما هي ربحت واحد شيء، عملت نيل مع شبيبة القبيله اخر مره معناها ما خسرتش، راهي كي لعبت لبرا راهي ما خسرتش الماتش اللي خسرته في بلادها كونتر الترجي. بيجيك لهنا راي باش رد الاعتبار باش تحاول تربح ماتشو، كيف كيف انا نتمنى وماذا بي انه الترجي تلعب ماتشوها بالكدي وتربح ماتشوها على خاطر كيف باهي زاده كيف تربح للرجاء الي وروتور. ان شاء الله يا ربي معناها يكون ماتش باهي، ماتش في كنف الروح الرياضيه. مرحبا بالاخوه المغاربه الجماهير الرجاويه الكل في تونس، اخواتنا اصحابنا مرحبا بهم، اللي يحترمنا نحترموه نحن بطبيعتنا، وجماهير بين الرجاء والترجي بيناتهم علاقات قويه وبيناتهم علاقات كبيره. هادي عندك فيها الصح يا سي امير، وشكرا على الترحاب ديالك بالجمهور المغربي انك عممتي مزيان، ولكن بالنسبه للروح الرياضيه اللي تنعرفوا حنا خصك تتسم بها عاشق كره القدم وتتبع كره القدم ومشجع الفريق ديالو، يعني اذا كانت فيك روح رياضيه كانت فيكم روح رياضيه خصها تكون عامه ماشي تكون مع فريق وفريق لا. بالنسبه للكازاويين الرجاويين راهم كازاويين والوداديين راهم كازاويين، والكازاوا راهم تيرحبوا بالناس يعني من 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 بقاع العالم فاش يجوا للدار البيضاء، والدليل هو الماتش ديال اليسمى اللي دار مؤخرا مع الوداد. شوف التعليقات ديال الجماهير الجزائريه كيفاش رحبوا بهم في كازا. الترحاب هي صفه مغربيه وليست صفه رجاويه، هي صفه مغربيه، وبالتالي احنا نتوقعوا منكم يا الترجاويه انكم تكونوا يعني تتسموا بالروح الرياضيه، الروح الرياضيه مع الجميع سواء كان افريقي ولا كان اوروبي ولا كان مغربي ولا كان جزائري، يكون اللي بغى يكون، هذا هو الرياضي احنا اللي نعرفه، الرياضي المثالي الذي يمثل فعلا يعني عشق الكره النظيفه. يلا الى عندك ما تكمل كملوا، يلا انا في الانتظار. بالنسبه للترجي ان شاء الله بحول الله نتوقع الانتصار ولا شيء غير الانتصار في الاحلام يا اخي، ونحن كذلك نتوقع انتصار رجاء وبرأفة وبرحمة ان شاء الله مربوحه، وان شاء الله ديما مع بعضنا نساندوا جمعيتنا الغاليه الترجي الذي تونسي، وملتقانا في استاد نهار السبت بحول الله تنحاول نعمل لكم فلوج كالعاده. ربي معكم الناس الكل. اليوم تكب خطا ما زالت الكره مغربيه، جول تلعبوا وتتقدموا بعدين من طلع كره خطيره وتوغل الكره خطيره با 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 اللعبة من أروع ما يكون، واصطدم هنا بالحارس فاتي الإعادة بالهجوم محمود بن حبيب، هاي كرة صعبة تلعب أرضية أرضية خطيرة جول با 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 جول. يا سلام صارت النتيجة هدف لهدف بين الترجي والرجاء. دفاعية ما زالت الخطورة، زكريا حضرافة وبا با با خطيرة وما زال الكرة جول. الهجمة المعاكسة وخطيرة با 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 ولا تسلل، وضعية تسلل يشير لها الحكم المساعد. نعم تأخر الحكم، نعم ولا تسلل.